اخر واحده نشوفها، وبعدين نشوف الداتا شيت لروبوت من شركه اسمها ياسكاوا. في مجموعه روبوتس مشهوره عندهم اسمها موتومان. هلا انت استخدمت هاي، انت مستخدم السيرف في فانكشنز معينه بتخليك تطلع. تمام اوكي، خلينا نعمل رن ونشوف. اوكي هلا هذا يبدو انه كانه سلايس ماخوذ هون، انا ما بعرف، انا عم بتوقع هيك مضبوط. هذه سلايس وهذه بتفرجيني بس كانها مثبته على زاويه ثيتا 1 وحده ثابته. هيك بتوقع الهاي اللي موجوده هون، فبتعطيني هلا هذا الشكل. اذا بتطلع عليه اذا حطيته على بلين راح يبين معي بشكل واضح. هلا انت استعملت اي زوايا؟ استعملت هذول الزوايا اللي هون ولا انت استعملت اللي موجود في الروبوتكس تول بوكس؟ تمام، خليني افرجيكم بعض داتا شيتس لبعض مانيفاكتشرز. طبعا في مانيفاكتشرز كثيره بيعملوا ومتخصصين بشكل متخصص يعني دقيق في الهاي. نطلع على موتومان مثلا، في عندي هون داتا شيت من موتومان. انا هذا اللفت انتباهي، هذا بيشبه الشكل الى حد ما، شايفين الان هون بعطيني، فكانه هو ماخذ سلايس من هون وراسم الرينج. طبعا هذا هون واضح، احتمال كبير ما يكونش في دكستريتي. ايش يعني دكستريتي؟ ما في كلمه دكستريتي، بنقول احنا الانسان ماهر، دكستروس ماهر، بس دكستريتي بالمعنى العلمي عند الاطباء بيقولوا اذا في مهاره بالامساك. بتعرفوا في ناس اللي بصير عنده لا سمح الله جلطه شيء في الدماغ بطل يعرف يمسك المكان الصحيح او يحط اصابعه بالشكل الصحيح، في مهاره بالهاي، هاي بنسميها دكستريتي. الدكستريتي في اذا كان الروبوت بيقدر يوصل نقطه بس محدود بالاورينتيشن عند هذيك النقطه، شو بنسمي؟ ما بنقول انه دكستروس، مش دكستروس. لكن يمكن في نقاط هون بيقدر يوصلها، بيقدر يجيب اي اورينتيشن او يجيب معظم الاورينتيشنز المطلوبه، ما بكفي اقول انه التول وصلت عند النقطه معينه اكس واي زد وهي الاورينتيشن غلط ومش قادر اوصل الاورينتيشن اللي بده اياها. إذا قدر يوصل النقاط مختلفة وبقدر يجيب الاورينتيشن شو بنسميه؟ دكسترس. دكسترس أو دكستريتي، دكسترس اللي هي الصفة. فهون بتلاحظوا مثلا عندي هذا مثلا روبوت حاطين في الداتا شيتس تبعته، وهي هاي حتى اللي من فوق اللي سألت أنت عنها، هاي تقريبا هاي بينت هون معنا 320. أنا هذا اللي مش عارف كيف أعمله من الكلاود، إذا بتعرفوا تعملوه من فوق. إيش هو؟ هون باللي تحت هاي مصدر المفروض هاي؟ هذه هيك جانبي. في يعني في بالنص مليان بوسيبيليتيز، هون ما في. اذا بتقول لي ببين انه هذا، انا ما بعرفش، انا ما الاثبات هو الايفيدنس. جيب لي ايفيدنس. اوكي جيبوا ايفيدنس، اشتغلوا لي على الكلاود او اشتغلوا